صبايا ما رح تصدقوا، بي 30 نهار شو عملت رياضة الكانجو جامبس. حزاروا مين كمان بيمارس هيدا الرياضة؟ كارداشيانز. هاي يا حلوين، أنا ريتا واشتقت لكم كتير كتير كتير. بهالحلقة رح كون عم بتشارك معكم تجربتي مع رياضة الكانجو جامبس يلي مارستها لمدة شهر كامل. إذا كنت أول مرة تسمعي فيها لهيدا الرياضة فبدي أقول لك احضري معي الحلقة للآخر تتشوف التحول يلي صار بجسمي، وصدقيني رح تتشجعي بأقرب مطرح بيعملوا هيدا الرياضة تتسجلي وتكوني معهم. صبايا يلي بيعرفنا على قناة جماروكي بيعرف إنه أنا ما كتير بحب ممارسة الرياضة، بالرغم من إنه بعرف قد هي مفيدة للصحة الجسدية والنفسية. هلأ اللي صار معي إنه صديقة لإلي بوجه لها تحية قالت لي إنه ريتا في صف حد اسمه كانجو جامبس بتحب تشاركي معي بهيدا الرياضة؟ قلت لها كانجو جامبس بحياتي كلها مني سامعة بهيدا الاسم. وتتشجعنا أكتر قالت لي إنه هيدا الرياضة بتحرق من 1000 ل 1200 كالوريز بقديه؟ ب 45 دقيقة. قلت لها اوف، إنه 45 دقيقة هالقد؟ نحن بنعرف إنه الركض بهالفترة هيدا تحرق تقريباً 600 كالوري، يعني أنا إذا أكلت كل شيء خلال النهار اللي مسموح أكله ب 1200 كالوري تأخسر وزن بروح بحرقهم مثل ما هن. شجعت كتير، حضرتني فيديوز كتير، تحمست واكتشفت إنه الشوز تبعولها بيشبه رولر سكيت، في إلها مثل لوح بالأسفل بيخلينا إنه نكون عم ننط بطريقة سيف من دون ما نكون عم نسبب ضرر للركابنا. سو أنا تحمست كتير وقلت لها يلا نجرب هالصف سوا. لحظة لحظة لحظة، ما تفكروني إنه أنا عملت هيدا الشيء الجديد لوحدة. صبايا حزاروا مين كمان بيمارس هيدا الرياضة؟ كارداشيانز. تخيلوا، لأنه هيدا الرياضة بتحرق سعرات حرارية بنسبة كتير عالية، هن من الأشخاص يلي كتير بحبوا هيدا الرياضة. فتت باليوم الأول على الصف وبصراحة شفت كل هالشوز المصفوفين، تحمست لأنه وجوه الموجودين يعني الزملاء اللي معي بالصف يلي كلهم تسجلوا من سنة وأبعد، هالقد كانوا محمسين إنه ما يتركوا هيدا الصف أبداً. طلعت هيك قلت شكله الموضوع حيكون فن. هلأ صورت حالي على المراية وبعتقد كان واضح إنه عندي انتفاخ مزعج بمنطقة البطن، وبصراحة كمان كنت عم عاني من مشكلة السيلولايت يلي مبين كتير بجسمي. هالمشكلة يلي عانيت منها من بعد ما ولدت ابني، لأن مثل ما بتعرف إنه أنا عندي بيبي عمره سنتين، فهيدا الشيء أكيد ترك أثر وهيدا الشيء كتير طبيعي على جسمي. فأكتر شيء هول المنطقتين اللي كانوا زعجيني، وطبعاً هيك بحس بتعب وبانتفاخ بكل أنحاء جسمي، فعن جد كنت بحاجة لشيء إنه ضهر كل شيء من جسمي. بلشنا أول ربع ساعة من الصف، بليز صبايا شوفوا كمية التعرق اللي خرجت من جسمي. حسيت حالي ما عم بقدر اتنفس، وحسيت كأنه الدم كله جمع بخدودي، بس قلت بالرغم من هيدا وكله بدي كمل الصف طيخلص، يعني بدي أعمل ساعة كاملة. بعد مرور 45 دقيقة من الوقت، ما بعرف أنا لا تعليق، بليز شوفوا شكلي كأنه حدا جاب مي وكب كبية مي على شعري وعلى وجهي، كمية المي كانت مخيفة. هون أنا استوعبت شو يعني عم تحرق من 1000 ل 1200 كالوري ب 45 دقيقة، يعني كان شي عن جد متعب، بس أنا ما استسلمت. صارت تمرق هالأيام وكنت مثل العادة مرتين لثلاث مرات بالأسبوع شارك بهيدا الصف بكل حماس، وتكون كتير صادقة معكم بصراحة ما كنت عم بتبع نظام غذائي يعني كرمال تأخسر وزن، كنت عم باكل بطريقة صحية عادية، كان عندي بعض الجاذرينجز والاخبار، اضطرت اني كمل حياتي بصورة طبيعية اكيد من دون ما انزعبر كتير كتير كتير. لاحظت صف من بعد صف انه عن جد كتير تحسنت لياقتي البدنية، صرت انه بدل ما وقف على 15 دقيقة كمل الصف ساعة كاملة من دون ما وقف والتقط انفاسي وارتاح، وهذا الشيء بيعني انه انا عن جد تحسنت لياقتي البدنيه. كمان لاحظت انه صرت كتير ممتازه بالتوازن، هيدول الشوز بدون توازن انا ما كنت كتير شاطره بالتوازن، صرت البس الشوز وامشي دغري، كنت قبل جرب اخذ توازني قبل ما بلش الصف، فهيدا كمان نقطه مهمه. لاحظت اني اكيد عم بخسر وزن وعم بحرق كتير سعرات حراريه بوقت كتير مثل ما بيقولوا محدد، وهيدا الشيء خلاني أكون كتير سعيد. الشيء الأكيد إنه كمان هالأمر انعكس على صحتي النفسية،
قل التوتر بطريقة كتير كبيرة، مزاجي تحسن وحتى النوم تحسن. فهون كنت عم بعرف إنه عملية الأكسجين وكل شيء عم بيدور بجسمي عم يتحسن بطريقة كتير كبيرة. ومن الأشياء المهمة كمان إنه لما كنت وقف هالرياضة وكون بشغلة أو عم بشتغل، لاحظت إنه زادت نسبة تركيزي. بعرف إنه هذا الشيء معقول يكون يبين غريب، ولكن هيدا هي الحقيقة وهذا الشيء اللي صار معي. والأهم من هيدا وكله إنه عن جد أنا كنت كتير 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 سعيدة بهالصف، كنت عم بستمتع لأنه رياضة الكونغو جامبس منا بس إنه نضل ننط، وإنما كمان إنه نرقص. أوقات كنا نرقص شرق، أوقات كنا نحمل دامبلز بإيدينا ونعمل حركات، أوقات كنا نعمل بوكسينج، حركات متفرقة مثل الزومبا كتير قريبة، ولكن منكون حاطين شوز بإجرنا. وهيدا الشيء كان كتير مميز وعطى هيدا الرياضة مثل نقطة إيجابية وكتير مهمة إني كملها بحياتي. من بعد مرور 30 يوم على ممارستي لرياضة الكونغو، شوفوا الفرق، شوفوا الخصر كيف صار أفضل بكتير، شوفوا الساقين كيف تحسن مظهر السلوليت بطريقة كتير كبيرة، وحتى صار عندي شد بالذراعين ولياقتي البدنية أصبحت رائعة. والأهم من هيدا وكله إني خسرت 2 كيلو، وبعتقد إنهم واضحين بالفيديو. صبايا بالنهاية ما بعرف شو بدي أقلكن، يعني فيكن تطمنوا بالكن إنه لما بتكونوا عم بتمارسوا هيدا الرياضة بتأكدوا إنه ما بيكون في إصابة بالركب ولا شيء، لأنه هي تأسست بسويسرا هيدا الرياضة، وكانت أصلا انعملت للأشخاص المصابين بالركب كرمال يكونوا ماشيين وما يسببوا ضرر لركبهم ولا لساقيهم. فإنه تخيلوا تحول هيدا الشوز لأداة لممارسة الرياضة، خسارة الوزن واستعادة صحتنا. إن شاء الله تكونوا حبيتوا هيدي الحلقة، وإذا أنتوا قبل سمعتوا برياضة الكونغو جامبس أنا بيهمني إنكم تقولوا لي بالكومنت سكشن، إذا حبيتوا الفكرة كمان قولوا لي لايك شير اند فولو كل السوشيال ميديا بلاتفورمز تبع جمالوكي، ونزلوا التطبيق لأنه كتير بيفيدكم. أنا بحبكم كتير وبشوفكم في فيديوهات جديدة. باي.